كابتن بلال باقي خطوة والنادي الأهلي يركب الدوري، ولما بيركب الدوري النادي الأهلي بعون الله إن شاء الله محدش يقدر ينزله. خطوة يبقى احنا سابقين يعني مواجهات مباشرة وأهداف بالظبط. يعني قصدك في متساوية في النقاط يعني بالظبط. ده طبيعي يعني، خد بالك بس لسه باقي كتير على الماتشات صعبة كلها طبعا. يعني هو احنا قلنا الدور الثاني بتبقى الماتشات صعبة قوي، لأن كل الفرق بتبقى محتاجة النقاط، ولو مش محتاجة نقاط محتاجة إن هي تظهر نفسها. كل مدير فني خد بالك مباريات الأهلي أحيانا كتير بتمشي مدربين صح. يعني النهارده لو مغلوب 3 مغلوب 4 مغلوب 5 نتيجة تقيلة عليك، لو أنت معاك فرقة كويسة تمام وبتتحسب عليك كمدير فني يعني، وبتقلل من رصيدك وامكانياتك عند مجلس ادارتك وجمهورك لو انت فريق عنده يمتلك جمهور يعني، وكل لعيب بيستنى كمان ماتش الاهلي ده وضع طبيعي أوه. فكل المباريات اللي جايه كلها صعبه جدا 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 جدا. انت في تحدي او كنت في تحدي وما زلت فيه تحدي، انت عندك فريق سبقك كان سبقك بحوالي 9 نقاط تقريبا، بتحاول ان انت تواصل وتكسب عشان تتساوى معاه في النقاط، دي رقم واحد. رقم اتنين هتبص بعد كده هتشتغل ازاي، يعني لما يبقى الجيم ما بينك وما بينه ماتش بماتش بتاع الصورات كتير، وضع طبيعي انها تحصل في الدوري العام. مفيش انت لسه هتلاعب وهو لسه هيلاعب فرق ثانيه برضه، والدوري هيبقى صعب شويه يعني. احنا النهارده بس بنتكلم عشان الاهلي هو اللي بيلعب لوحده، مفيش حد تاني بيلعب مع الاهلي، فمش شايفين الخصم بيلعب ازاي ولا قدراته عامله ايه، ولا هو استعد ولا ما استعدش. لسه الامور بالنسبه لنا لسه مش واضحه بالنسبه للخصوم يعني او للفريق المنافس بالنسبه لنا. الماتشات طبعا صعبه جدا جدا مفيش شك، واحنا قلنا ان احنا بنلاعب او هنلاعب الاربعه اللي بيصارعوا للبقاء في الدوري العام، ودي بتبقى مشكله كبيره جدا 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 يا كابتن ايمن، ان انت تلاعب فرقه كل اللي عندها روح قتاليه او كل اللي هم بياملوا فيه انه يفضل يقاتل معاك في الملعب ياخد نقطه يطلع بنتقي. انا النهارده هم بعد المباراه كلهم مبسوطين يعني، فريق اسوان مبسوط، حاسس ان هم قدموا مباراه قويه بالنسبه لهم، حاسس ان هم ما طلعوش بنقطه، ما خدوش اقصى حاجه بالنسبه لهم، اقصى حاجه بالنسبه لاسوان وتعادل مع النادي الاهلي، دي اقصى طموح ممكن بالنسبه له، لكن هو خد اللي بعديها على طول، وصل ان وقت من الاوقات زي ما الكابتن علاء قال من شويه انه خلاك قلقان في بعض فترات صح. الماتش، انت كسبان 2-1، انت مش متعادل، أي. انت كسبان 2-1 ومع ذلك جالنا فتره دقيقتين ثلاثه انت فرقه النادي الاهلي قلقانه شويه. قلقانه شويه عشان في بعض الحاجات اللي فيها تكنيكال يعني تمام. يعني النهارده الاهلي افتقد كام ثلاث اربع حاجات كانوا مهمين جدا، الضغط اللي كنا بنعمله على الخصوم تمام مش موجود النهارده في الملعب، ممكن يبقى له اسباب كتير، لكن انت كنادي اهلي مطالب انك تعمل ضغط في اوقات كتيره جدا على الخصم، خاصه لما تحس ان الفريق يعني انت النهارده اسوان سجل هدف، مش طبيعي ان هو اللي يضغط عليك، الطبيعي العكس، انت اللي تضغط على اسوان بعد ما هو سجل الهدف التقليصي الفارق ل 2-1. رقم اثنين النهارده برده الحاجه اللي ما شفتهاش وده الدور اللي كنا بنتكلم عليه، البدائل اللي انت محتاجها، انت محتاج واحد احيانا يبقى بديل لمجدي قفشه، هو ده اللعيب اللي بيدور الكره في الملعب، المايسترو بتاعك اللي بيشتغل، هو قفشه لما يعني دايما افضل حالات النادي الاهلي كان مجدي قفشه هو بيبقى فايق، الكره بتدور من اليمين للشمال وبتلاقيه فترات بيطلع بيروح طرف يمين، فترات بيروح طرف شمال، فترات بيلعب في القلب، احيانا بيتقمص دور الميد فيلدر رقم 8. النهارده برضو يعني ممكن عشان الفتره الكبيره اللي لعبها مجدي قفشه ورا بعضه مفيش تبديلات ومفيش بديل موجود، فممكن تلاقيه في حاله ارهاق برضو وحاله اجهاد، وده وضع طبيعي تمام. الاهلي النهارده ما كناش بنشوف النادي الاهلي بيدور الكوره من يمين الشمال ومن الشمال لليمين، يعني النهارده الكوره دايما بتتقطع، يعني بتروح ناحيه اليمين بتتقطع، بتروح ناحيه الشمال بتتقطع، الهجمه ما بتكملش، في ادوار كتيره للاعيب نص ملعب مهمه جدا جدا ان هم يقوموا بيها. المباريات اللي جايه صعبه، احنا بنتكلم النهارده في اسوان، بنتكلم في البنك الاهلي، بنتكلم يعني في فرق الانتاج الحربي، في فرق هم اقل فرق الدوري العام. المباريات اللي جايه هتبقى صعبه عليك، لازم تكون مكتمل. لا ان شاء الله باذن الله هيرجع لنا الغيابات، لان انت برضو عندك غيابات مؤثره عندك، وحتى وان كانت الغيابات يعني لو مش هم مثلا في التوب فورم بتاعهم، بس برضو هيبقى عندك بدايل بشكل كبير جدا، لكن الاساسيين اللي موجودين عندك، انت عندك اكرم اساسي، عندك طاهر محمد طاهر اساسي، عندك الشناوي طبعا لعيب اساسي وبيدي ثقه، والشناوي خد بالك دوره ككابتن برضو للفريق ده مهم جدا، خد بالك ده الدور يعني انا بشوف انه ده الدور الاول قبل ما يكون هو الشناوي الحارس الاعظم او الحارس الافضل في الدوري المصري يعني. فعايز اقول كسبت المباراه الحمد لله بنتيجه 3، وبيعجبني خلاص ان النادي الاهلي رجع لنغمه انه بيجيب في الدقيقه 90 بالزبط. من تاني يعني، انت المباراه اللي فاتت بتجيب في الدقيقه حاجه و90، الماتش ده برضه بتجيب في الدقيقه حاجه و90، فدي
دي حاجه جيده بالنسبه، ودي سمات النادي لانك بتشتغل لحد الاخر. أي. يعني احنا كنا جات لنا فتره ان الاهلي بيتسجل فيه في الدقيقه 89، الاهلي بيجي فيه جول في الدقيقه 90، وده كان مش امر مش طبيعي بالنسبه للنادي الاهلي. لكن الايجابيه النهارده انك بتوصل للدقيقه 90 وبتسجل هدف، عندك الرغبه مش بس في الحفاظ على نتيجه الماتش، عندك الرغبه في انك في تسجيل هدف ثاني برغم ان انت متقدم 2-1. النهارده في اكتر من حاجه فنيه، ولكن عذرا برضه للعيبه، لان انت في وقت من الاوقات بتبقى انت يعني زي ما قال كابتن علاء تغيير 5 لعيبه عشان اللعيبه اللي موجوده عندك، انت كمدير فني بتحس بالاجهاد، بس برضو تغيير 5 لعيبه امر برضو مش بالسهل. احنا 2-0 والمباراه في ايد النادي الاهلي، وده عادي وعادي جدا المدير الفني ان هو يغير، ده وضع طبيعي على فكره يعني، بس برضو ساعات الامر ممكن يبقى صعب شويه عليك، خاصه ان انت برضو في يمكن في من البدلاء سعد سليم ما لعبش قبل كده خالص، محمود وحيد برضو ما لعبش قبل كده خالص، محمد متولي برضو ما لعبش قبل كده خالص، فدخولهم في المباراه في مباراه صعبه زي كده بيبقى الامر صعب شويه. ولكن طبعا يعني في النهايه ان انت وانت كسبان كل الامور بتتنسي السلبيات والايجابيات، وانت بتشتغل انت كمدير فني اكيد مستر موسيماني هشتغل على بعض السلبيات اللي كانت موجوده النهارده، والاهلي كده كده وكسب المباراه، وده اللي انت عايزه المباراه، وقلنا الكلام ده قبل كده يعني. وبس عايز يعني كابتن علاء حقيقه علي لطفي انا بحييه تاني، وبحيي برده حسين الشحات، احنا كنا بنتكلم قبل الماتش بنقول ان حسين الشحات ابتدى يعلى بشكل كويس، حسين الشحات النهارده 2 اسيست رائعين جدا جدا جدا، بيأدي بشكل كويس، ثقته في نفسه بترجع بشكل كبير جدا، وهو لعيب مفيد جدا حسين الشحات الفتره اللي جايه، لانك انت ممكن تستخدمه كرايت وينج وممكن تستخدمه كرايت باك. صحيح.